أن الله أن الله تبارك وتعالى يعني يتدخل بأشياء كده، لا منزه منزه عن كل ما خطر ببالك. طب الدقة هنا يعني إيه؟ قال الدقة أن يأتيك الله بما لا تحسب، وأن يأتيك الله بما لا تعرف. ولذلك نقول قاعدة إيه هي؟ أن العقل لا مجال له في اللطف، بمعنى لا يستطيع العقل أن يحسب مجال اللطف عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لك إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عدم الحسبان ليس في حسابات العقل، لأن العقل دائما يأتي يحسب كل شيء من الإمكان أن يصل إليه، ولكنه ليس له نصيب في اللطف، إذ أن اللطف لا يأتي بالحسابات البشرية. من أجل ذلك وجب على الناس جميعا أن يعلموا لا تستخدموا عقولكم في ألطاف الله، فألطاف الله تبارك وتعالى تأتي والعقول لا تحسب لها حسابا، بل لا تعرفها، بل لا تدركها، بل إن الله تبارك وتعالى يأتي من حيث لا تعلم ومن حيث لا تدري. من أجل ذلك هناك فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة غير المسلمين في البأساء والضراء، حينما يكون الإنسان في بؤس وحينما يكون في ضرر، فإنه يتعلق بلطف الله دون ما يدري في لشيء ركبه الله في فطرته، ويقول إيه؟ ويقول الله ده عسى أن يكون ذلك خير. لعل واحد مثلا يعني احنا تأخرنا احنا الان في لعل خير ان شاء الله، نقول ايه؟ نعم. لعله خير، ولا ايه؟ ولا نأخذ بقلبنا وعقلنا على من عطلنا ابدا. نعم. ليه؟ قال لانك لو اطلعت على الغيب لاخترت الواقع. ليه؟ قال لان حسابات الله عز وجل وتصرفاته غير حسابتك وتصرفاتك، والطاف الله غير ايه؟ غير عقلك. نعم. وعلى ذلك حينما ينظر الإنسان إلى نفسه لا يختار إلا حياته التي اختارها الله تبارك وتعالى له. من أجل ذلك لابد أن يفهم الناس جميعا أن عقيدة المسلمين تتعلق بحاجة اسمها ألطاف الله في الإيه؟ ألطاف الله في الضراء. نعم. والإيه؟ والمصائب. نعم. وعلى ذلك حتى يقول بعض الناس هنا في 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 كلامه، يقول وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. منه إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالفرد الواحد العلي سبحانه وتعالى. من أجل ذلك نرى أن كلام الله عز وجل حينما يتكلم معنا في قوله مثلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أو في قول الله تبارك وتعالى انظر حينما يجعل الله تبارك وتعالى اليسر مع العسر، يأتيك عسر وعقل الإنسان يحسب العسر من كل جهة ولا يرى مخرجا من هذا العسر أبدا، لأن عقل الإنسان يأتي بالماديات ويحسبها، أنا عندي كذا وعندي كذا يبقى النتيجة كذا، ولكن الكون لا على مزاج أحد، ولا الدنيا على مزاج أحد، ولا الخلق حتى كلهم على مزاج أحد، وإنما هي على إرادة الله على إرادة الله تبارك تعالى. من أجل ذلك لما يقول الله عز وجل إن مع العسر، سبحان الله، جعل في طيات العسر يسرا. نعم. وعلى ذلك ترى أن اليسر في العسر من ألطاف الله الذي لا تدركه العقول، سبحان الله. وكذلك يأتي الله تبارك وتعالى في كثير من القرآن ويحدث عن الصحابة ويحدث عن الأنبياء من قبل، فيقول إيه؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني سبحان الله، الرسل تظن أنها كذبت وأنه لا يوجد أحد يؤمن بها وأنه حسابات البشر، ولكن الله له ألطاف لا يدري هذه الألطاف إلا الله عز وجل.